صباح الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج الحدث. اليوم الأحد وصل وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني إلى بيروت على أن يلتقي اليوم المسؤولين اللبنانيين، بينهم رئيس الحكومة الرئيس بري، وزير الخارجية وقائد الجيش لمات جوزيف عون. أيضا تزامنا وصل الموفد الأمريكي أموس هوكستين إلى تل أبيب حاملا معه أيضا طرح أمريكي وطرح فرنسي. هل هناك من خلاف أمريكي فرنسي حول الطروحات على الحدود اللبنانية لوقف إطلاق النار؟ ما هو موقف الحزب من كل هذه الطروحات؟ والأهم اليوم السؤال الذي يسأله كل اللبنانيين، ماذا عن التصعيد في جنوب لبنان؟ هل سنشهد حرب مقبلة أو لا، وسط كل المعلومات والأخبار والتهديدات الإسرائيلية بأن الحرب على لبنان قادمة بعد رفح؟ اليوم ضيفي، أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد عبيد السياسي. صباح الخير. صباح النور. تعرف صاروا هولي إذا بدك عندهم أولوية على الملف الرئاسي للأسف، يعني هذا الكلام بوقت قبل كنا عم نقول أنه الرئاسة أقرب من أي وقت ممكن. هلأ كمان معك بعد شوي رح نشوف قديش الرئاسة بعد قريبة أو خلص صارت يعني بزمن كان، يعني أنه ناطرين ملفات المنطقة. بس لابد من أنه نبلش إذا بدك مع الجبهة الجنوبية. الجبهة الجنوبية اللي هي صارت إذا بدك عالية سقف أكثر من الأشهر الماضية، اليوم يتزامن هذا الموضوع مع مساعي دبلوماسية يقول البعض أنها الأخيرة بين الفرنسي وبين الأمريكي قبل توسع الحرب. شو رأيك؟ أولا صباح النور لحضرتك وللمشاهدين. طبعا الجبهة الجنوبية كما تسمى اليوم عم تشهد تصعيد نوعي، خلينا نقول، إنما فيما يعني المقاومة حزب الله بعد ضمن الضوابط الأساسية اللي وضعها الحزب من البداية، بعده لحد اليوم ما عم يتعرض للمدنيين إذا تبقى منهم حدا بالمستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، بعده لحد اليوم ملتزم بضرب المواقع العسكرية اللي بيعتبرها هي الهدف الأساس، واللي هي أصلا عم تستهدف المقاومة أو شباب المقاومة، وعم تستهدف حتى يعني معظم الأراضي اللبنانية صارت هلأ عمليا. الفارق الوحيد اللي الناس هلأ يعني عم بتشوفه أنه كأنه في تصعيد صراحة، هو أنا برأيي له بعد آخر. السبب الأساسي أنه بعد ما نحن كنا من 2006 لحد 2020 في شكل ما من استرخاء على الجبهة، في هدوء يعني حذر، كان يصير بعض الإشكالات، إنما المقاومة كانت في حالة تجهيز وتحضير دائم. من الجهة الثانية كمان جيش العدو كما تبين لاحقا كمان كان عم برمم بنيته الأمنية والعسكرية. لذلك في البدايات كلنا عشان نكون واقعيين يعني وما نحكي كلام يعني في مثل ما بقولوا بطولات وهمية وحكي تشبيح، يعني خلينا نحكي بالواقع. الواقع أنه في بدايات هذه المواجهة تمكن جيش العدو من استهداف العديد من قيادات المقاومة على مستوى الكوادر، يعني في الصف الثاني والثالث وغيرهم، عم نحكي بالتراتبية العملانية يعني. نعم، بس هل يمكن القول أنه تغير الوضع؟ اليوم وكانت شغلة خلينا نقول بين يعني هلالين، كانت إلى حد ما مفاجئة أنه العدو متمكن استخباراتيا من هالموضوع، لأنه فعلا كان يعني في تقنيات ما كانت واضحة، رغم أنه المقاومة من بدايات المعركة دمرت كل الكاميرات، كل أجهزة الترصد وأجهزة التنصت الموجودة على الحدود. نعم. ضربت الأبراج، إنما يبدو كان في تقنيات أعقد من هيك بكثير، وطبعا متوفرة ليست لدى الإسرائيلي فقط، لأنه أيضا وضعت من قبل دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية بين يدي الإسرائيلي، وشفنا خروقات في بعض الأماكن بهاي الفترة، يعني من 6 أشهر أو 7 شهور لحد اليوم، يعني صرنا اليوم باليوم 201 بهذه الحرب.
على غزة وعلى لبنان. اليوم تمكنت المقاومة بعد هذه التجربة، رغم أنه طبعا كان في تضحيات يعني مشرفة من قبل المقاومة، تمكنت من استعادة زمام المبادرة واستيعاب الواقع الأمني والعسكري الجديد اللي حاول العدو أن يفرضه، وبالتالي صارت هي المبادرة وهي اللي عندها قدرات أكبر. وصرنا نشوف قديش العدو عم يصاب في أماكن أساسية، قواعد عسكرية مهمة، مراكز قيادة مثل امبارح اللي انضربت بمنطقة المنارة، وأيضا في استهداف لمواقع أساسية واستراتيجية في هضبة الجولان المحتلة. وبالتالي هذا التغير اللي صار، لأنه بالأول المقاومة كانت عم تحاول عمليا أن تخفف خسائرها من خلال الابتعاد عن المواجهة المباشرة حتى تكون استوعبت الموضوع وشافت شو المتغيرات اللي صارت على الجبهة. هذا اللي أعطى المقاومة القوة الأكبر اليوم، وأعطاها القدرة على استعادة زمام المبادرة والانقضاض على العدو في أكثر من موقع. بس ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنا إذا بسمعك اللي عم تقول برجع بلاقي أنه يعني هناك تصعيد على الجبهة، الحزب يصعد بين مزدوجين، ما فينا أقول يصعد، يرد يعني على التصعيد اللي هو كان من الإسرائيلي، ولكن هذا برأيك بيمنع الكلام عن حرب مقبلة على لبنان؟ يعني ما يقوم به اليوم حزب الله؟ خلينا نقول هلا أنه نحن مش بجو حرب واسعة في الجنوب، يعني قد تطال كل لبنان. شفنا العدو عم بيستهدف من يومين، استهدف سيارة بالبقاع الغربي، صح. ضرب مواقع بمنطقة البقاع، بالهرمل، بأماكن كثيرة من لبنان ضرب بالمرحلة السابقة. وما ننسى أنه نفذ عملية اغتيال بقلب الضاحية الجنوبية، صح. لبيروت، صح. وبالتالي العدو هو من الأساس موسع مساحة المواجهة. المقاومة هي الملتزمة إذا بدنا نحكي بضوابط المواجهة أو ما يسمى قواعد الاشتباك تحت سقف 1701، وعمليا في أكثر الأوقات عم تستعمل مناطق هي خارج نطاق 1701 فيما يتعلق بمزارع شبعة، بالقواعد العسكرية الموجودة هناك أو الموجودة بالجولان. حتى اليوم أنا أعتقد أننا لسنا في يعني لا نتجه إلى مواجهة شاملة وواسعة، قد تكون حرب كبرى جديدة بين لبنان وكيان العدو الإسرائيلي. طبعا. عم بحكي حتى اليوم، لأنه كل الأمور مرهونة مثل ما قلنا من أول يوم بتطورات الميدان حسب ما تتغير الظروف. الميدان ولا غزة ولا فتح، خلينا نقول حتى يعني اليوم الميدان اللبناني، إنما هذا لا يمنع أن تنعكس هذه القوة على الميدان الغزاوي. كيف يعني؟ بدي بس هون خليني شدد على هذه النقطة. عم تقول نحن مش قدام حرب كبرى. هلأ الحرب يعني إذا بدك بالتعريف تبعها صرنا أنه حرب كبرى مثل 2006 ولا مش رح يصير، ولكن توسع الحرب اليوم يعني أنه مثل ما عم بيقول وزير الحرب الإسرائيلي، وكل مرة بيقول أنه نحن نحضر لهجوم على لبنان، وهم يعنون بذلك هجوم أكبر على مواقع حزب الله وعلى مناطق حزب الله. السؤال اللي لك اليوم، الجو في لبنان أو جو حزب الله يعتبر هذا الكلام تهويلي أم جدي؟ لأنه في البعض اليوم وعم تشوف صحفيين عم يكتبوا مش بس لبنانيين، أجانب، أنه اليوم عم توصل رسائل لبنان أنه يا جماعة الحرب وشيكة جدا، أنه روحوا على المفاوضات. هل هذا تهويل أم أنه كلام جدي؟ أنا بعتقد بعدنا بإطار التهويل وإطار الضغط السياسي والدبلوماسي لفرض وقائع جديدة على الأرض بالجنوب. رح فسر كيف، بس خليني بالأول ارجع للنقطة اللي كنت ختمت فيها هاي الفقرة، أنه اليوم إذا المقاومة استطاعت بشكل أو بآخر من خلال الضربات الموجعة اللي عم بتوجهها لجيش العدو بمواقع عسكرية أساسية على الحدود، وهذا الإشغال ارتفع إلى مستوى أعلى من يعني إعادة ضرب المعنويات للعدو اللي اكتسبه
خلال أو اللي بيعتبر حاله أنه اكتسبها من خلال الإجرام اللي عمله بحرب غزة أو من خلال المفاجآت اللي عملها هون على المستوى الاستخباراتي والعسكري، إذا استطاعت المقاومة من خلال ضرب كل هالعقيدة أو هذه المنظومة النفسية خلينا نقول والعسكرية والأمنية للعدو، وأنه هذا أثر على قرار العدو حكومة العدو بأن تنقض بالمرحلة المقبلة على رفح، أنا بعتقد هذا بكون كمان إنجاز كبير يسجل للمقاومة فيما يعني مساندة أو العنوان اللي حطته من أول يوم في هذه المواجهة، وهي مساندة أهلنا الفلسطينيين في غزة وفي الضفة أيضا. نعم، هلا هيدا قالوا أنا ما يعني انتبهت كتير منيح، بس هيدا قالوا هلا بعد شوي سؤال تاني إنه قديش يجوز هذا الخطاب. هلا بنحكي بس أنا بدي أسألك لأنه في شيء كتير مهم اليوم اللبنانيين ناطرينه، تهويل ولا حرب؟ لا، أنا بعتقد بعدنا لحد اليوم بإطار التهويل، خلينا نكون واقعيين، لأنه كل الرسائل أولا انتبه خليني أقول الفرنسي أكثر من الأمريكي أنه لغة التهويل مع المقاومة ومع لبنان حتى مع القرار السياسي، ما ننسى أنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل الرئيس نجيب ميقاتي، عمل معه خلوة، رجع استقبل قائد الجيش معه برفقة قائد الجيوش الفرنسية، كانت جلسة حكما تتعلق فيما يعني موضوع الجنوب بشكل أساسي، وبالتالي الفرنسي استوعب بدقة أنه ما في إمكانية لممارسة الضغط على القرار السياسي اللبناني وتحديدا على المقاومة لإجبار على تقديم تنازلات فيما يعني تطبيق 1701، وبعد الحرب ما بدأت وبعد ما بيّنت التوازنات اللي رح تنتج عن هذه الحرب، لأنه حكما هذه الحرب ستخلق توازنات سياسية جديدة ليس فقط بين لبنان وكيان العدو، أيضا في كل المنطقة وعلى كل المستويات وربما بالعالم، لأنه لنشوف بعدين كيف بدها تصير نتائج الانتخابات الأمريكية، رح تبقى هاي الإدارة، رح يصير في تحولات خصوصا بعد اللي عم بصير هلأ بأمريكا ومنحكي عنه بعد شوي. وبالتالي بعدنا بإطار التهويل. كان في محاولات سابقة من المبعوث الإدارة الأمريكية آموس هوكشتين على عم يشتغل على هذا الموضوع، إجا طرح أفكار رجع راح، وهلأ عم بقول أنه صار بتل أبيب عم بحاول أنه يقنع الإسرائيليين بأنه ما يعملوا حرب يروحوا على تسوية. ما بالأساس قبل ما تروح تقنع الإسرائيليين بدك تقنعنا نحن، بدك تقنع لبنان، بدك تقنع المقاومة بالورقة اللي أنت حاملها. ما فيك تجي تطرح ورقة هلا تقلي فيها ترتيبات أمنية بابتعاد شباب المقاومة اللي هن أهل المنطقة وأهل الضياع، ابتعاد عن قراهن وعن بيوتهم وعن أهلهم لمسافة 8 كيلومتر أو 10 كيلومتر لوراء. لا، عم أقول هذه الطروحات اللي كانت بالورقة الأولى الانسحاب. هلا الورقة الثانية الفرنسية عم أقول مش الأمريكانية، بس أنا عم بقوله أنه منسين فيها مع الأمريكان أنه إعادة تموضع. شو موقف اليوم الحزب من مسألة إعادة التموضع؟ هلا لأنه هيدا الخطاب اللي عم تقوله حضرتك أو المواقف اللي عم تقوله كتير بتشبه مواقف حزب الله، يعني أولا لناحية أنه إذا نحن منقدر نعمل إسناد لمنع معركة رفح، هذا خطاب كمان الحزب، وأيضا ما تقوله عن قصة يعني المفاوضات كمان خطاب بيشبه خطاب حزب الله. بس اليوم في شيء أساسي بس بدي نجاوب عليه، لأنه كل ما يحصل بالجنوب مربوط بالأمن، أمن لبنان. الذهاب إلى مفاوضات إذا كانت انسحاب أو إعادة تموضع مربوطة بالحزب، لأنه هو اليوم إلى أي مدى يستطيع تحمل حزب الله أي نتيجة لموقفه هذا بإسناد عدم الدخول إلى رفح أو بعدم الدخول إلى مفاوضات في حال كانت الحرب جدية؟ لأنه هذا الكلام عن التهويل أيضا ينتقد بالصحف أنه كل هذا الرسائل، والحزب آخر شيء بيقول لك أنه هذا تهويل علينا. هلأ كل الوقائع الميدانية حسب ما أنا بعرف من إخواننا في قيادة حزب الله، كل الوقائع الميدانية العسكرية والأمنية والتحركات الإسرائيلية
لم تنذر حتى اليوم بإمكانية حصول حرب موسعة. هذا لا ينفي كمان، برجع بقول، أن القدرات العسكرية الإسرائيلية اللي عم تعزز كل يوم أمريكيا، يعني ما ننسى من يومين أعطوهم حوالي 26 أو 27 طيارة F-35، بدي أقول لك أعطوهم 27 مليار دولار كمان، هودي من الكونغرس، هودي لتعزيز الوضع العسكري ولتعزيز الوضع الاقتصادي أيضا في كيان العدو. هلا كل هذا المقاومة عم تاخده بعين الاعتبار، يعني احنا ما لازم كمان نفكر بالمقاومة بان هي بس حالة عسكرية موجودة على الارض بتقاتل وبيرجعوا بيقعدوا بمواقعهم وبيقعدوا بس بينطروا ليصير لها شيء فرصة تانية للانقضاض على العدو. مش هذه هي القصة، ما المقاومة كمان يعني بتحسب منيح، عندها قراءتها للموضوع، وانا من اول يوم قلت وبعدني بقول علينا ان نثق بعقل المقاومه في اداره المعركه على المستوى السياسي، لانه هي ملزمه نفسها بضوابط بما يحفظ لبنان الى حد انه العدو ما يتمكن كمان هاي نقطه بدنا ننتبه لها، ما يتمكن العدو من انه يفرض علينا شروط ونحن بعدنا ما بلشنا بالحرب. يعني اليوم كل الطروحات حتى لو كانت الطروحات على مستوى اعاده التموضع، حتى لو كانت هيك، طيب هذا التموضع بيفرضه الأمريكي أو بيفرضه الإسرائيلي على لبنان ولا بيكون نتاج تفاهمات داخلية لبنانية؟ يعني أنا امبارح كنت عم شوف اللقاء، ما سمي لقاء المعارضة تبع المعرب. أنا بحترم رأي كل الناس وكل واحد عنده رأي حر فيه، ونحن ببلد في تنوع سياسي وفي تنوع ثقافي وفي تنوع بمقارباتنا لكل الأمور. إنما أنا بعتقد في إيجابية بهذا الموضوع، أنه كل اللي قاعدين اليوم اللي كانوا بمواقع مختلفة عم يتعاطوا مع إسرائيل على أنها عدو، وهذه نقطة كتير إيجابية ومنيحة. هل كان عندكم شك بالموضوع؟ لا، عم بحكي بناء على الموروث التاريخي وعلى الخطاب اللي بتشوفيه على السوشيال ميديا وكذا اللي بعده غرقان بالماضي. أنا عم بحكي هلأ بالواقع الحالي وبكل انفتاح، كلام مهم، بس كمان هذا الكلام كان ناقصه، وهذا رأي وهن حرين برأيهم ونحترم رأيهم، إنما كان ناقصه نقطة أساسية ومهمة اللي ما حدا عم بيشتغل عليها حتى الفرنسي والأمريكي ربطا، اللي هي موضوع ما حدا عم بيروح يحكي مع الإسرائيلي إنه أنا مطلوب من لبنان أن ينفذ 1701، وعم بيصوروا الأمور وكأنه الجيش غير منتشر بالجنوب وبحاجة إلى انتشار جديد، وأنه المقاومة هي مسيطرة على الأرض بالجنوب صار لها من 2006 لحد اليوم وهي اللي متحكمة بالواقع الميداني، وهذا كلام أيضا غير صحيح، لأنه كمان بنال من الجيش ومن قيادة الجيش ومن دورة في حفظ الأمن في الجنوب وحفظ حدود لبنان، إنما هلأ طرأ شيء استثنائي فيما يعني هذه الحرب. لذلك ما حدا عم ببلش من الجانب الإسرائيلي، يعني كان ناقص البيان مبارح أو الخطاب اللي نقال مبارح هذه الجملة، إنه إذا لبنان، إذا كان على لبنان أن يلتزم بمندرجات القرار 1701 ويقوم بتنفيذه، كمان مطلوب من المجتمع الدولي أن يضغط على الكيان الإسرائيلي لتنفيذ 1701، لمنع الخروقات، للتراجع عن النقاط العالقة فيما يعني الخط الأزرق، وأيضا لمنع إسرائيل نهائيا من الطلعات الجوية فوق الأراضي اللبنانية. فهذا كمان كان ناقص بهالمعنى، وهذا لهلأ بعده ناقص بالكلام الفرنسي وبالكلام الأمريكي. ليه؟ يعني اليوم لأنه الفرنسي، لأنه المعلومات اللي إجت يعني أنه هني عم بروحوا على تل أبيب حتى يفرضوا عليها كمان الالتزام بمعايير معينة. هني عم بروحوا على تل أبيب كما يسرب أنه عم نروح لعندهم لنقنعهم أنه خلينا نروح على تسوية سياسية فيما يعني الحدود مع لبنان. نعم. بدل أن نذهب إلى حرب، بس ما عم بقولوا له للإسرائيلي، وما بعتقد حدا عم يتجرأ يقول له للإسرائيلي من كل الموفدين الغربيين، أنه أنت إذا صار في التزام من جهة لبنان بتنفيذ الحرفي لل 1701، أنت عليك متطلبات 1-2-3، أولها أنك توقف الطلعات الجوية. أستاذ محمد، بس موجودة تانيها بالورقة. أستاذ محمد، موجودة بالورقة هيدي، وقف الخروقات الجوية والبحرية والبرية. ما بينت هيدي بالوراق، أنا شفتها. لا، الورقة الثانية أنا ما شفتها، هاي بالوراق اللي كانت هيدي، وعلى الأقل على الأقل هيدي لم تناقش مع الإسرائيلي حتى اليوم، على الأقل أمريكيا. إذا كانت هي جزء، يعني هذه قيل أنها موجودة في الورقة الثانية الفرنسية. نعم. شايك؟ صح. بس هذه
وأكيد أنا أكيد أنه في تنسيق وفق معطياتي نعم. في تنسيق أمريكي. فرنسي أمريكي نعم. عميق فيما يعني موضوع الجنوب نعم. وفي كل الأمور اللي بتتعلق بلبنان، إنما ما حدا عم بمارس نفس الضغط والتهويل على إسرائيل ليفرض هذه الشروط اللي عم ينفرض مقابلها شيء على لبنان نعم. هذه نقطة مهمة بدنا ننتبه لها، يعني ما نحمل حالنا نحن بالداخل مسؤولية كأنه نحن عم نعتدي على الإسرائيلي أو نحن لا. خربنا الوضع أو نحن لا. يعني مطلوب منا نعمل شيء، إذا نحن عملناه الأمور بتهدى على الجبهة، مش لا. هذا هو الواقع على مدى قديش 17 صح. سنة لورا. صح أستاذ محمد، بس اليوم النقاش بمطرح تاني، مش بالنقاش بأنه مدى إجرام إسرائيل وقدرتها على قيام حرب على لبنان، مش هذا هو النقاش. النقاش بمطرح اللي حضرتك قلت أنه علينا أن نثق بعقل العقل السياسي للمقاومة. اليوم في قوى سياسية لبنانية اليوم ما قادرة أنه تقعد حدك هون على الطاولة وتقلك طيب أوكي أنا عندي ثقة بالعقل السياسي للمقاومة، خليه يروح يعمل ويصعد بالجنوب كرمال شو؟ كرمال أنه إسرائيل ما تعمل الحرب على رفح. وهن بالأساس فكرة أنه اليوم تفتح الحرب تفتح الجبهة الجنوبية من أجل إسناد غزة، هن أصلا اليوم رافضينا. فكيف اليوم كمان لعدم الدخول إلى رفح؟ يعني كل يوم بيكون في سبب أو هو أخلاقيا هن مع هذا الموضوع، هن مع قضية غزة، مش عم نناقش بالأخلاق، عم نناقش بمصلحة لبنان. في قوى سياسية من بينهم التيار الوطني الحر يلي اليوم كمان حليفه للحزب عم بيقول له انه سابقا سابقا خلاص راحت كل شيء. هن عم بيقولوا مش انا يعني انا بس عم علق انه سابقا إنو لانه هن طلعوا من بعض انه شو يعني علينا ان نثق التيار طلع من العلاقه ايه هلا الحزب. اصلا كمان هذا بالمحور الثاني بس شو يعني علينا ان نثق بالعقل السياسي للمقاومه؟ يعني اذا فتحوا اذا اجت اسرائيل وضربت شو يعني؟ اولا خليني اقول كل التجارب اللي مرينا فيها مع هذه المقاومه، مقاومه حزب الله، المقاومة الإسلامية، وقبل حتى مقاومة الحركة في محطات معينة أيام الاحتلال تحديدا، يعني قبل 85 لحد 85 اللي الحزب تقدم فيها يعني إلى واجهة العمل المقاوم أكثر، كلها كانت تجارب أساسها حماية حدود لبنان والحفاظ على لبنان ومنع العدو من أن يتسلط على لبنان أو أن يفرض قوته أو جبروته على لبنان، وصولا إلى التحرير بسنة 2000 اللي كان تحرير مشرف والأداء للمقاومة كان مشرف، لل 2006 اللي كان فيه تصدي عظيم للعدو الإسرائيلي. أنا ما عاد عم بمدح ولا عم جامل، عم بحكي الوقائع مثل ما هي، بس هذه الوقائع أيضا بعد قائم اليوم فيما يعني أداء المقاومة. يعني اليوم أنا ما قلت أنه المقاومة اليوم عم بتصعد لأجل أن تمنع الدخول على رفح، قصة رفح قصة كتير كبيرة، بس أنا عم أقول قلت قد تستفيد غزة من هذه المواجهة اللي استعادت فيها المقاومة زمام المبادرة وبدأت تؤذي العدو بشكل قاسي وعنيف يعني بالمعنى العسكري. شفنا ضربة عرب العرامشة الأخيرة، شفنا حتى القواعد اللي عم تنضرب كل يوم. قد يعيد هذا العدو الحسابات بأنه أي تورط أوسع في الموضوع الغزاوي قد يورط المنطقة أكثر، وقد يهزم هذا العدو من الجبهة اللبنانية من جهة الحدود مع لبنان. وبالتالي اليوم أنا بفهم، برجع بقول كل واحد عنده موقفه، في ناس ما بدها الحرب من أصلا من أساسها تماما، ولا ما عم نحكي طائفيا، يمكن يكون في شيعة كمان ما بدهم هذه الحرب، وفي تماماً. سنة وفي مسيحية، قصة ما عاد في هذا الاصطفاف. أنا بعتقد في ما يعني ما هذا الموضوع طائفي مش طائفي، عشان كمان هذه نصوبها هاي النقطة. وبالتالي بفهمهم وبفهم هواجسهم بهذا الموضوع، ولا بنحكي كيف العلاج بالجوانب التانية، إنما كمان بدنا نفهم أنه هيدي أنا سميتها من سابقا وبرجع بكرر أنه هيدي معركة استباقية. رح أعطي كتير مثال بسيط، أنه لبنان إذا كان سيقف كان متفرجا بهذا الموضوع، على الأقل على الأقل كل شروط الإسرائيلية في حال حقق هذا العدو نصر ما على الإخوة الفلسطينيين في غزة أو في الضفة، عمليا
كان رح يعني إذا ما بده ينقض علينا عسكريا كان رح ينقض علينا سياسيا. وأول ثمن كنا رح ندفعه هو موضوع توطين الإخوة الفلسطينيين في لبنان، اللي هذا موضوع عالق والإسرائيلي بعده عم يرفضه، وهذا صار بلش يتكون كأنه سيصبح واقعا في المرحلة المقبلة لسبب مهم جدا اللي شفناه من الأمريكي في مجلس الأمن من موضوع الفيتو. بس خليني أوضح هاي النقطة لأنها كتير مهمة للبنان هاي النقطة، ونرجع بعدين على النقطة الثانية والمهمة اللي هي موضوع النازحين السوريين أيضا المرتبط بهذا الموضوع. فاليوم وقت اللي بلشت العدوان على غزة كلنا شفنا شو حمل شعار الأمريكي، صار يسوق لدى العالم العربي والإسلامي أنه نحن هذه الحرب بعدما تنجزها إسرائيل سنذهب إلى حل الدولتين، وأنه حل الدولتين صار أمر واقع، وأنه نحن عم نمارس ضغوطات على القيادة الإسرائيلية للقبول بحل الدولتين، مش هيك؟ ومشيت هاي القصة، وشفنا بعد فترة من بداية العدوان على غزة اجتمعت 57 دولة عربية وإسلامية في الرياض، وكل هذه الدول تناقشت وسمعنا خطابات هادئة أو خطابات نارية من البعض القليل، إنما شو كان العنوان اللي حكى فيه كل الرؤساء والملوك والأمراء وغيرهم العرب؟ وقف الحرب وحل الدولتين. ما حدا حكى عن وقف الحرب، هذا اللي بدي أقول لك إياه. يعني إذا بترجع إلى البيان ما حدا ركز على أنه بكرة لازم يوقف العدوان على غزة، كان التركيز أنه إدخال المساعدات الإنسانية، تجنيب المدنيين الحرب. إنما النقطة الأهم اللي كان عم ينحكى فيها إنه نحن نلتزم بحل الدولتين، والأمريكي هياص، وكان في مفادين أمريكيين بالرياض وقت هذه القمة، كانت إيران على الطاولة، وكانت إيران على الطاولة، وكان في خطاب عالي السقف من الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي. إنما آخر شيء فيه إجماع كان، والتزمت إيران بالبيان العام، واعتبر إنه مبدأ حل الدولتين قد إنه هذا هو المخرج لنقول للإسرائيلي وقف هون، أنه الأمور راح تتعالج سياسيا. كمل الإسرائيلي، اليوم صار قاتل وجارح أكثر من 150 ألف فلسطيني، في ناس تحت الأنقاض ما بنعرف أرقام دقيقة، شفنا مجازر الإبادة اللي صارت بالمستشفيات وغيرها، يعني قصة صارت يعني مذبحة تاريخية صراحة، كارثة إنسانية تاريخية. طيب اليوم شو عمل للأمريكي؟ كل هذه الوعود طلعت كلها ليست سوى تضليل وأكاذيب للعرب ولغير العرب وللمسلمين ولكل العالم، لأنه بس وصل موضوع إقرار مبدأ الدولة الفلسطينية على مجلس الأمن حتى حلفائه، الفرنسي صوت مع، البريطاني اللي هو الحليف الأقرب امتنع عن التصويت يعني حيد نفسه، إلا الأمريكي وضع الفيتو على هذا القرار، وبالتالي عطل أي استثمار أو أي نتائج سياسية لموضوع هذا العدوان أو لهذه الحرب، لأنه المطلوب من هذه الحرب إسقاط مبدأ وفكرة المقاومة بعيدا عن العنوان حماس أو جهاد أو غيره. لذلك اليوم نحن ما لازم نوثق بناء على هذه القراءة، ما لازم نوثق أبدا باللي عم بحاول يبلعنا إياه الأمريكي أو غير الأمريكي. يمكن الفرنسيين أنا بقول أكثر ميلا وعطفا على لبنان وبهم مصلحة لبنان، ومصلحة لبنان أن يكون الفرنسي جزءا من هذه التسوية، وأنا بقول مصلحة لبنان حتى تكون معنا شي دولة عربية بهاي التسوية، يعني ما بيمنع. بس اليوم بتفاهم نيسان كان في سوريا، اليوم سوريا منكفئة للظروف اللي منعرفها، ممكن تكون مصر هي تلعب هذا الدور بدل سوريا. يعني احنا بحاجة إلى أصدقاء، مش بحاجة فقط، لأنه شفنا تجربة الحدود البحرية هلا بنحكي عنها كمان، أنه كان كل الشغل لصالح الإسرائيلي وكل الضغط الأمريكي كان لصالح الإسرائيلي، فبدنا شوية توازن حتى إذا صار في لجنة لمعالجة الوضع بين لبنان وكيان العدو الإسرائيلي. بس ما نحن موجودين، فاليوم على الطاولة نحن فينا نقرر. لا أوكي، بس اليوم إذا مرفوضة فكرة حل الدولتين يعني التوطين قائم بلبنان، ما في حل آخر. بس قديش هي مرفوضة يعني؟ بس قبل ما أخذ فاصل إعلان، اليوم بلينكن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لأنه هي عاملة اجتماعات مكثفة، خمس دول هي
العربية اللي هي اجتمعت بأدار بالقاهرة، التشاور الوزاري بالقاهرة، اجتمعوا اليوم في اجتماع لهم بالسعودية، وفي بلينكن موجود وسيجورني رايح المملكة العربية السعودية. كل هذه الجهود لوقف إطلاق النار وعدم القيام بمعركة رفح، ضغط العربي والسعودي، ولقيام دولة فلسطين، وبلينكن عم بيروح بهذا الاتجاه، يعمل بهذا الاتجاه. كيف بدأت تترجم هاي؟ طب ما اجت فرصة لتترجم بمجلس الأمن، وكان بس يكفي شو هي باكج. هلا هي معها باكج. شو الباكج يعني؟ إعادة تكوين السلطة الفلسطينية، ما هي الأرض يعني. طب ما بدنا نحط العنوان بالأول، ما واحد بحط العنوان بالأول إنه نحن أقر العالم بوجود دولة فلسطينية بناء على حل الدولتين، وبناء على ما سمي سابقا مبادرة السلام العربية اللي قبلت اللي صارت ببيروت يعني، واللي قبلت بوجود الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة تاريخيا. نعم. وبالتالي اليوم حتى هذا العنوان ما سمحت الولايات المتحدة الأمريكية بأن ينفذ. أنا صراحة من الناس اللي لا أثق مطلقا بأي دور بتقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية فيما يعني معالجة أمور المنطقة لما تكون تحديدا متعلقة بإسرائيل. بدي أتوقف مع فاصل إعلاني، ومن بعد الفاصل بدنا نحكي شوي عن المبادرة الفرنسية، كيف سيتعامل حزب الله مع هذه المبادرة اللي أصبحت شبه معلومة، نحن نشرناها شوي بالتفصيل يعني من كم يوم، وكيف سيتعامل أيضا مع الموفد الأمريكي اللي ما بعرف إذا جاي على بيروت ولا لا، بالإضافة إلى الملف الرئاسي بالداخل كيف سينعكس. يعني اليوم في كلام أنه اليوم بس يخلص حزب الله من هذه المعركة رح يبرم للداخل يلاقي مشاكل كتير، يلاقي كل الناس صارت بمكان تاني. فاصل ونرجع. عودة لكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة مع ضيفي أستاذ محمد عبيد مجددا. صباح الخير. بدي كفي أنا وياك بموضوع المبادرة الفرنسية. اليوم سجورني عم يطرح هذه الورقة، وشفنا شو هيدي الورقة تقريبا، خلينا نحكي شوي عنها بما أنه بلشت تسربت يعني. بدل الانسحاب إعادة تموضع، بعدنا مش متفقين على المساحة الجغرافية، لأنه كمان هنا في خلاف مع الأمريكي حول المساحة الجغرافية، ولكن كل ما تسرب عن هذه الورقة برأيك كيف سيتعامل معها حزب الله؟ اولا حزب الله يعني مش سر انه في اتصالات قائمه ودائمه بينه وبين الجانب الفرنسي، يعني قد يكون هو الطرف الوحيد من الدول الغربيه اللي فاعل على الارض اللبنانيه مباشره، اللي بيحكي معه بشكل مباشر ولقاءات دائمه. الورقه الاولى رغم انه كان يعني كانت بتنقز شوي مثل ما بقولوا، يعني بتثير شكوك كونه عنوانه كان ترتيبات امنيه، حتى هاي الحزب وقت اللي ارسلت له وضع عليها مجموعه من الملاحظات وردها لدوله الرئيس مئاتي واللي وصلها للجانب الفرنسي. هاي الورقة مثل الورقة الأولى أيضا راح يحط عليها ملاحظات، إذا كانت عنده بعض الملاحظات، عنده موقف من مضمونها، كيف بشوف إمكانية يعني السير بهذا الخيار. كمان بده يحط نفس الشيء، يعني ما في سلبية عند الحزب خليني أقول بالتعاطي مع موضوع. لا أنا أول مرة كان في سلبية. لا ما كان في سلبية. على خطاب الأمين العام للحزب تتذكر وقتها طلع علق عليها بشكل مباشر بخطاب. طبعاً. واعتبر إسرائيلية. علق على بعض البنود واعتبر إنه هيدي مصاغة أو يعني تراعى فيها المصالح الإسرائيلية. ليش كنا عم نحكي؟ قال وكأنها صيغة إسرائيل. طبعاً إنه ليش قلنا؟ إنه انعملت كأنه هيدا عم تراعي المصالح الإسرائيلية وكأنها صيغة في إسرائيل. الفرنسي يمكن كان بعض المعطيات اللي عنده شايفها هيك، بس رغم ذلك أنا عم بحكي بالتفاصيل وبالكواليس، يعني صار في تواصل غير مباشر وتواصل مباشر، وضع ملاحظاته عليها الحزب هاي وطويت هذه الورقة وطرحت اليوم ورقة ثانية بده يتعاطى معها بنفس الطريقة، لأنه برجع بقول مصلحة الحزب، مصلحة المقاومة، مصلحة لبنان أن لا يستفرد في الحل أو في أي تسوية أو في أي معالجة لواقع المواجهة هاي أو لوضع الجنوب مستقبلا
أنه تكون يستفرد فيها الأمريكي لوحده، خصوصا أنه الفرنسي موجود وأساسي تاريخيا من 78 ضمن قوات اليونيفيل، يعني هو والإيطالي وغيره كمان، لذلك عم نشوف كمان دور إيطالي متقدم في هالمرحلة. لذلك أنا بعتقد الحزب في هذا الموضوع حسب معطياتي يتعاطى مع الموضوع بإيجابية، بحط ملاحظاته، بس كمان كله حتى لو شو ما صار تقدم، خليني أقول بكرة إجوا الفرنسيين قالوا لهم للإخوة بقيادة الحزب والله صيغوا أنتوا الورقة اللي بدكم إياها ونحن رح نمشي فيها، رح يقول الحزب هاي الورقة اللي ممكن نمشي فيها، إنما خلينا نبلش بالنقطة الأولى أو بالعنوان الأساسي، وقف العدوان على غزة، وقف إطلاق النار بغزة. إذا ما بصير هذا كله الباقي هي يعني مداولات، خلينا نقول نقاشات غير واقعية وفقا لقراءة الحزب ولمفهومه لكيفية مقاربة هذا الملف. لا هي مش غير واقعية، يعتبرون أنه تحضير للأرضية لساعة الصفر، يعني ساعة يلي بده يبلش فيها يحقق هذا الموضوع، أنه بتكون الأرضية جاهزة والورقة جاهزة. أنا بدي أروح على محل تاني. إذا اليوم أنا بقول وقفت الحرب بغزة، وفي بعض الإشارات ما بدي يعني أحكي بأوهام أو بأنه بعرف وما بعرف، لا في بعض الإشارات يعني الدولية أنه في احتمالات يعني وفي أمور عم تنعمل للوصول إلى وقف إطلاق نار خلال أسبوعين أو ثلاثة في غزة. إذا حصل هذا الأمر، خلينا نقول أنا حصل بعد أسبوعين أو ثلاثة، تلقائيا الحزب عاطي أو لازم نفسه أو ملزم نفسه بأنه أنا بس توقف الحرب بالعدوان على غزة، من جهتي أنا رح أوقف هون حتى لو استمرت إسرائيل. لا إذا استمر الإسرائيلي بده يرد على العدوان، بس أنا عم بحكي هو ملزم نفسه أنه أنا بس توقف بغزة رح أوقف هون، مش هيك؟ وهذا عنوان انحكى علنا، بس الإسرائيلي بس حتى ما رح يوقف. صار هيدا يعني قصدي الإسرائيلي صارت حساباته مختلفة، لأن الإسرائيلي حساباته وصارت المستوطنين شمال إسرائيل وأنه بده يأمن الحدود. بيوقف طيب. بضل يعمل دوريات، بضل يعمل كذا، بضل يطلع بالطيران، هذا موضوع آخر، بس بيوقف الاعتداءات. بس خليني لك لنروح على النقطة، حتى لو صارت هيدي بكرة، صارت وقف إطلاق نار ووقفت من هون، وجينا قلنا بدنا نعمل ترتيبات، مين بده ياخذ القرار انه بدنا نعمل ترتيبات؟ ما ننسى نحن ما عندنا سلطة عمليا، يعني مع احترامنا للأدوار اللي عم نقول فيها الرئيس مئاتي او مين؟ دور انا رئيس جمهورية قصدك؟ ما عندنا رئيس جمهورية، وما عندنا مين ياخذ قرار سياسي بهالموضوع. قصدك انه لا يمكن الذهاب الى ترتيب الامور الحدود الا عبر رئيس جمهورية؟ اكيد اكيد، لانه اذا عم نحكي عن تنفيذ ال 1701 بآليات مختلفة دون تغيير المضامين تبعه بآليات مختلفة، هذا الموضوع يستوجب الحديث مع المفاوض الأول باسم الدولة اللبنانية وفق الدستور اللي هو رئيس الجمهورية، ومفترض أن تكون هناك سلطة سياسية مكتملة الصلاحيات اللي هي حكومة جديدة كي تقوم بهذه المهمة. ما في الجيش يتحمل هيك مسؤولية لحاله، ما فيها قيادة الجيش تجي هي تاخذ هيك قرار. هديك اليوم من فترة في شيء يمكن ما طلع بالإعلام، قدمت قيادة الجيش كتاب إلى رئاسة الحكومة حول موضوع رؤية أو خطة عمل تحت عنوان سميت استراتيجية لمعالجة مسألة الحدود البحرية، مش مسألة النفط والغاز، لا كل شواطئ لبنان فيما يعني الحدود البحرية لتوحيد الأمرة، لأنه في مطارح في أمن عام، في مطارح بتحرك أمن الدولة، في مطارح الجيش مسؤولياته لتوحيد الأمرة، وحتى يكون في مثل غرفة عمليات مثل المعمول بالمطار أو معمول على الحدود البرية. انتفضوا بعض الوزراء من دون ما يقروا الورقة، ما راح نسميهم هلا، وشافوا عنوان استراتيجية بحرية، لا 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 هذا ما فيها نحكي فيها. خي ليش ما فيك تحكي فيها؟ يعني إذا اليوم نحن خايدين معركة بمواجهة العدو الإسرائيلي، ما فينا نشوف كيف نعالج أمورنا بالداخل بالطريقة الصحيحة والسليمة. مين الوزراء يلي انتفضوا؟ شو بدنا فيهم؟ يعرفوا حالهم. عن جد شو بدنا فيهم؟ ما بدي يصير نقاشات، بس عم بحكي الفكرة. فاليوم إذا شغلي مثل هاي ما في سلطة عم تقدر تاخد قرار،
كيف إذا شغلي بحجم رئاسة الجمهورية رح نحكي فيها، بس دقيقة بدي أسألك عن شغلي. في يوم كلام عن هذه المبادرة الفرنسية على الرغم من أنه تنسيقها مع الأمريكان إلا أنه لتقطيع الوقت، وكان في هذه النظرية بس لو سمحت، وأنه اليوم حزب الله ليش بده يروح يتعامل مع الفرنسي ويتجاوب معه طالما هو في بيعة للأصيل يعني للأمريكاني، وليه الفرنساوي هو اللي رح يعمل هذه الوساطة طالما اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عم تحكي مع إيران بشكل غير مباشر عبر عمان أو العراق أو يعني أو قطر، أنه اليوم في قنوات أكثر دولية ممكن تؤثر على هذا الملف اللي هو أصبح إقليمي، أنه كيف بده يحافظ حزب الله على الدور الفرنسي بظل هذا المشهد؟ يعني هلأ نحن بدنا نضلنا عايشين بالوهم، يعني لقلك مش عم بحكي عن حضرتك، بحكي بشكل عام القراءات للموضوع. ضلنا عايشين بالوهم، نقعد ما بنعمل شيء ومنقول، حكى عنا مرة سمحت السيد نصر الله هاي القصة، انه في اتصالات امريكية ايرانية عميقة عم بتصير، وانتبهوا يمكن نحن نطلع ناكل الضرب وما نكون ضمن التسوية ولبنان يكون اخر محطة بهالموضوع. بدنا نضلنا عايشين بهذا الوهم. اذا بده يصير في تواصل امريكي ايراني، اولا بالنسبة للامريكي رح يكون في المصالح الامريكية بالمنطقة، وهذا امر يعني مفهوم وطبيعي، واولا رح يكون في المصالح الايرانية في المنطقة وملفاتها، اولها موضوع الملف النووي الايراني وموضوع الحصار على ايران المضروب صار له سنوات طويلة وغيرها، كمان في اولويات ايرانية بهالموضوع قبلنا نحن. فنحن خلينا نفتش عن حالنا وحاجة ناطرين هذا شو بدي يقول وهذا شو بدي يقول. الحزب برجع بقول والمقاومة ولبنان لهم مصلحة كبير بأن يكون هناك دور آخر غير الدور الأمريكي، سميه شو ما كان، فرنسي غير فرنسي مصري، لازم يكون في دور آخر لدولة على الأقل بتعمل توازن. وعشنا هاي التجربة نحن بموضوع وقت موضوع عدوان اللي سمي عناقيد الغضب بال 96 واللي أنتج تفاهم نيسان، واللي كان في شكل كبير من التوازن، واللي أرسى معادلة هو الردع اللي نحن اليوم متمسكين فيها واللي المقاومة اليوم عم بتجسدها بهالمواجهة. لذلك الدور الفرنسي أساسي ومطلوب. هلا هو شغلته ينسق مع الامريكي وين بيتقاطع وين ما بيتقاطع يستفلوا بهذا الموضوع. كمان قبل ما اروح على الملف الرئاسي لانه بعدنا بالامن، قائد الجيش كان باجتماع روما من حوالي شهر، من يومين ثلاثه او الاسبوع الماضي كان مع الرئيس نجيب ميقاتي باجتماع عند الرئيس ماكرون، وكل هذه الاجتماعات هي تحضيرا وتنسيقا لدعم الجيش اللبناني عبر العتيد والعتاد والاموال والى ما هنالك ليكون حاضر في الجنوب عند الحاجة أو عند نقطة الصفر. طبعا دايما منقول لوين منربطه، تطبيق 1701. بدي أسمع منك شوي عن هذا الموضوع تحديدا قبل ما ننتقل. أولا بس يحكوا عن الجيش، عم يحكوا عن الجيش كأنه الجيش برا الجنوب. الجيش مش برا الجنوب، الجيش موجود ومنتشر، وكان عم بقوم بدوريات مشتركة مع اليونيفيل، وبعد ما صار في قرار تم تعديل بعض الأمور فيما يعني مهمات اليونيفيل، الجيش عالج الموضوع على الأرض وضل عم بيعالج كل الأمور، يعني ضل عم بيرافق اليونيفيل بدوريات. هو مسؤول عن الأمن، يعني اليوم حتى سألي قيادة المقاومة حزب الله أو كذا، ما فيهم هن يدعوا ولا بيدعوا ولا بيقولوا نحن مسؤولين عن الأمن بالجنوب أو نحن مسؤولين عن حماية الحدود. فالجيش بس موجود. بس هيدي النقطة بس أستاذ محمد، لأنه بس اللي عم يحضرنا لحتى ما يقول إنه مرقناها هيك. لا ما بس منمرقها. أوكي الجيش موجود بالجنوب، بس كلنا منعرف الكبير والصغير إنه من يمسك بأمن الجنوب أو بأي رصاصة تطلق من الجنوب أو ما بتطلق هو مين؟ ليش ما منقلبها نحنا ومنقول من لديه القدرة وفق الظروف القائمة واللي للرد على الاعتداءات الإسرائيلية ولمعالجة الاعتداءات الإسرائيلية الكبرى اللي عم بتصير، لأنه في محطات كان الجيش عم يتصدى. ما ننسى لما بكون في عم بكون في خروقات إسرائيلية على نقاط الخط الأزرق أو على الحدود الدولية، كان الجيش هو اللي عم يتصدى. بعدين في لجنة ثلاثية قائمة كانت عم تجتمع بشكل دائم، وفي معالجات كان الجيش عم بقوم فيها على الأرض، وبالتالي الجيش موجود في صلب هذه المواجهة وموجود على الحدود.
إنما وفق إمكانياته. بعدين أنا بستغرب اليوم هذه السلطة السياسية أو كل الناس اللي عم بتقول الجيش لازم ينتشر والجيش لازم يعمل، ليش الجيش قادر ياخد، قادر الدولة تأمن رواتب للجيش؟ مين اللي عم عطى رواتب للجيش إضافية لبقاء هذا الجيش متماسك وبالتالي لبقاء هذا البلد مستقر؟ في غير الجيش وين الأجهزة الأخرى اليوم؟ وبالتالي اليوم أي محاولة أو أي كلام عن توسعة انتشار الجيش خلينا نقول نسميه أو زيادة العديد في هذه هذا أو إجراء تحصينات، لأنه هذا كمان موضوع مطروح، إجراء تحصينات على الأرض لمواقع الجيش وتعزيزها في الجنوب، في الجنوب لتطبيق يحتاج أولا إلى أمرين، إلى قرار سياسي ويحتاج إلى موازنة مالية كبيرة. الموازنة اللي وضعتها قيادة الجيش لتطويع حوالي 6,000 عسكري إضافي مع معالجة الأوضاع القائمة مع التحصينات مع التسليحات توصل لحدود 900 مليون دولار، مش شغلة ليرة واثنين. صحيح. منين بدها تجيب الدولة وكيف بدها تتعاطى مع هذا الموضوع؟ مين الدول المانحة اللي بدها تعطي؟ فنحن ممتاز. أنا اللي بدي أقوله نحن أمام مسار طويل. مسار طويل، بس قصدي الاجتماعات قائد الجيش مع قادة الجيوش الأخرى يلي عم بتصير هو لتمكين الجيش من الانتشار. الجيش حاضر. الجنوب، طب ليش عم يجتمعوا؟ الجيش حاضر. ب17/01. طبعاً الجيش حاضر. الجيش حاضر. يعني بس قصدي لزيادة إمكاناته ليكون منتشر أكثر في الجنوب عند لحظة تطبيق القرار. برجع بقول الجيش حاضر. القصة تحتاج إلى قرار سياسي وإلى تمويل لعملية الانتشار. تمويل وتجهيز. حاضر في حال قصدك القرار السياسي. طبعا. نعم. طبعا. ومين بده ياخذ القرار السياسي؟ رئيس الجمهورية. شو بدي اجي لك، قلت لك قبل ما نفوت بالفصل علينا حزب الله بمأزق كبير. انا عم بوصف الفريق اللبناني بمأزق، انه اكان بالحرب هو في مأزق واكان في الداخل اللبناني هو في مأزق. شو بده يعمل لما يرجع من هذه الحرب ولما تبلش المفاوضات؟ شو بده يعمل الحزب مع الداخل اللبناني؟ رح يضل ممسك بسليمان فرنجي؟ رح يضل يقول لهم مرجعيتكم الرئيس بري؟ رح يضل يقول لهم شو بده يقول لهم؟ هلا انتقلنا لصوره اخرى من المشهد اللي انا صراحه ما بتفق فيها مع الحزب بادائه على المستوى الداخلي في كثير من الامور. يعني خلينا نبلش من نقطة أولا التعطيل اللي قائمة والمماطلة اللي عم بتصير في عملية انتخاب رئيس جمهورية اللي بتتحمل منها مسؤولية أطراف كثيرة ومن ضمنها حزب الله. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، المؤسف أنه مجلس النواب اليوم بعد اللي شاهدناه بموضوع البلديات عم يتحول إلى مؤسسة تفريغ الدولة من أي مضمون وتفريغ الإدارات وتفريغ يعني المجتمع اللبناني من إمكانية التعامل مع دولة أو هيكل دولة موجود. هذا التمديد حجته كانت أنه ما فينا نعمل انتخابات بالجنوب بسبب أنه الحرب اللي قائمة، انتخابات بلدية واختيارية، بس في تأجيلين قبلهم ما عملوهن لحسابات تتعلق فيهم لأنهم هني ما كانوا جاهزين. وبالتالي كل هذه الطبقة العشائرية الطائفية، أنا بسميها مع احترامنا العشائر بس المقصود أنه تجمعات الطائفية، كل هذه الطبقة اليوم بتركب وقت الاستحقاق وفق مصالحها. اليوم حزب الله والرئيس بري متمسكين كما يقولون علنا بالنائب سليمان فرنجي السابق، مش هيك؟ نعم. طيب إذا عندهم قدرة على إيصاله بعد ما عمليا ما قدروا يجيبوا النائب جبران باسيل وفريقه على هذا الخيار وعندهم بعض شوية مستقلين أو تجمعات نيابية صغيرة، نعم، المفترض يروحوا على مجلس النواب ويقولوا هذا مرشحنا بدنا ننتخبه ومنشوف قديش منجيب له أصوات. ما فينا إذا نحن عم نقوم بمواجهة مع العدو الإسرائيلي على الجبهة لمنعه من تحقيق أهدافه في لبنان السياسية المستقبلية، ما فينا نضلنا معطلين البلد بالداخل. ما بتخرب الدنيا إذا نحن كنا عم يعني انتخبنا رئيس جمهورية، شكلنا حكومة، حتى لو ظلت هذه المواجهة قائمة اللي ممكن توقف وممكن ما توقف، مش هيك؟
إذا أعدنا تكوين السلطة ومشينا عجلة الدولة ورجعوا الموظفين يشتغلوا ورجعت الناس تيسر أمورها، أنا بعتقد هذه بتكون قوة داعمة للمقاومة. والأمور اللي في حول إشكاليات سياسية مثل مسألة وجود المقاومة حتى ما مطروح استراتيجية دفاعية صحيح. عن دورة وغيرها صحيح. والأمور الأخرى مشاركة لبنان في هذه الحرب، موضوع النزوح السوري اللي كاد أن يفجر في لحظات ما كل نعم. الواقع الأمني الداخل اللبناني واللبناني السوري، مش هاي اليوم كل هاي تعالج من خلال الأطر السياسية اللي الكل مشارك فيها. يعني ما حدا رح يقدر ينتخب رئيس جمهورية لإله هو، يعني ما في ما يسمى الثنائي الشيعي، ما في بكرة إذا يجيب والله الرئيس سليمان فرنجية إذا صار نعم. رئيس ويجي يقول أنه أنا معه بدي أفرض شروطي على اللبنانيين الآخرين، ولا الطرف الآخر في يعمل هالشي بأي بس مرشح. بس أستاذ محمد اليوم اللي عم تقوله حضرتك يرى هذا الثنائي مش لمصلحته، لأنه هو ينتظر مسار الأمور والتسويات والتسوية في لبنان، عسى أن تكون هذه التسوية لمصلحته في الرئاسة. يعني مقابل التجارب العظيمة والمشرفة مع المقاومة ومع ما يسمى الثنائي فيما يعني موضوع الجنوب على المراحل اللي حكيناها قبل شوي لجهة نعم. المقاومة، بالمقابل هاي أنا لا أثق في أدائهم السياسي اثنيناتهم، لأنه عمليا شوف المحطات انعملت حرب 2006 مش هيك، عدوان 2006 تصدينا له وسجلنا انتصار وانعمل احتفال هائل في الضاحية الجنوبية وأنا كنت موجود فيه وطلع سماحة السيد نعم. حكى بعد غياب يعني بشكل وجها لوجه يعني شفناه، وبعدها بقينا على حكومة السنيورة رجع انخض البلد، صارت مسألة بيروت سبعة أيار 2008، رجعنا شو رحنا بال 2008 بدل ما نجيب أنا ذاك ميشيل عون مع حفظ الألقاب ميشيل سليمان، جبنا طيب. ميشيل سليمان ودخلنا بتسويات، يعني كل الأداء السياسي لهذا الثنائي على المستوى الداخلي ورجعنا لا يعني مش أنه تراجعنا، لا ما تراجعوا ما برجع بقول يعني هذا ما بدنا نرجع هلأ اليوم فيه. وجينا على الحدود البحرية يعني وتنازلنا بطريقة أو بأخرى طيب. وهلأ الحزب عم بحاول أن يستدرك من خلال مواقفه وخطابه واللي عم نسمعه من بعض قياداته المعنيين بهالملف أن يستدرك خليني أسميها الخطيئة السيادية والوطنية اللي انعملت في موضوع ترسيم الحدود البحرية، وشفنا الإسرائيلي عم ينتج من الحقول اللي كان مفترض أنها تكون حقنا ونحن ما أنتجنا شيء ولا طلع من أمرنا شيء. وبالتالي أنا أدعو هذا الثنائي إلى البحث جديا مع الأطراف اللبنانية الأخرى، وكمان ليش بدنا نضلنا ناطرين اللجنة الخماسية؟ نعم. طيب فينا نحكي مع بعضنا بطريقة ما الاعتدال جربت تعمل هيدا الشيء فينا نحكي محمد. طيب ورجعت اصطدمت وطلع النائب سجيع عطية قال نحن يأسنا طيب أنا عم بدعيهم أنه هذا الموضوع ما حدا يعني خلينا نكون واقعيين نعم. توازنات الداخلية اللبنانية عادة ما في إمكانية لأنه الواحد إذا سجل نصر خارجي أنه يعكسه بالداخل طيب. شفنا بعد 14 أدار مش هيك كمان كان احتفال كبير ومهيب في وسط بيروت بعد اغتيال الرئيس المرحوم رفيق الحريري وما نتج عنه، وصاروا هن السلطة واستقال أنا ذاك الرئيس الراحل عمر كرامي تحت الضغط الشعبي والنفس اللي انعمل كل هذه التجارب نعم. 14 أدار رجعت على شو على تحالف رباعي مع ما يسمى الثنائي الشيعي، وبالتالي قد ما واحد كبرت قدراته أو يعني أبعاده الإقليمية خليني أقول نعم. آخر شيء بده يرجع على الداخل وبيعرف أنه حجمه هالقد، قد ما كبروا الشيعة بالمعنى
السياسي الإقليمي. نعم. آخر شيء هن عندهم 27 نائب وبيطلع لهم هالقد وزراء وبيطلع لهم هالقد مدراء عامين. وهم يصطدمون. وهن جزء من تشكيلة لبنانية متنوعة. طيب. بدهم يحترموا فيها الآخرين مثل ما الآخرين لازم يحترموهم. وبالتالي أنت تدعو اليوم حزب الله إلى ماذا؟ طبعاً. إلى نزول إلى مجلس النواب. إلى الذهاب إلى انتخاب رئيس جمهورية إما بالتصويت بدورات ديمقراطية. وإما بالتفاهم غير المباشر بالكواليس خلينا نقول هذه عبر مشاورات أو عبر حوار. لا لا أنا مش مع الحوار. هذا الحوار عادة يعني دائما كان في شيء قول ما معناه للإمام موسى الصدر إنه نعم. بس يجتمعوا بيتفقوا على الناس وعادة الناس هي إن الحلقة الأضعف بهذا الموضوع. لا شو بدي بالحوار أنا؟ عبر الحوار مشاورات ما له معنى صراحة. نعم. ولا له قيمة بهالمعنى يعني في آليات دستورية لانتخاب رئيس جمهورية. هذه الآليات ما بتمنع أنه يصير في يعني مشاورات في الكواليس تواصل أنه تعوا خلينا نتفق على حدا رئيس جمهورية على حدا بيجمعنا كلنا لأنه ما رح نقدر كل واحد يفرض مرشحه. سؤال أخير آخر حلقة أنا وياك قلت لي في بوادر انتخاب رئيس جمهورية قد يكون الربيع. في الربيع بعدك على هذا الرأي؟ بعدني على رأيي. كيف ليه؟ على أي أساس؟ لأنه الاتصالات بالخارج اللي هي بالدول المعنية واللي عم بتمارس ضغوطات على بعض الأطراف بالداخل اللي مش عم بحكي عن حزب الله خارج موضوع الضغوطات أنا بعتقد جاد في هذا الموضوع وبعتقد ما عاد في إمكانية كبيرة للتأجيل ولإبقاء هذا الموضوع مربوط بأي معطى إقليمي أو دولي. بس أستاذ محمد الربيع يعني إحنا هلأ بالربيع إحنا لم في حكي عم بحكي إن شاء الله أنا قلت وقتها قلت في مقدمات إذا نعم. استمرت كما هي نعم. رح نروح على انتخاب الربيع. اليوم حسب معطياتي أنه حتى باللقاء اللي صار بين الرئيس ماكرون والرئيس مئاتي بالخلوة اللي صارت صار في حديث يعني عن موضوع الرئاسة بشكل جدي ويمكن حملوا بعض الرسائل والاتصالات قائمة مع أكثر من جهة مع الرئيس بري من موقعه كرئيس سلطة تشريعية وأيضا مع الحزب بالكواليس يعني من فرنسي أو غير الفرنسي واللقاء اللي صار بين الثلاثي من اللجنة الخماسية يعني نعم. المصري القطري الفرنسي مع حزب الله مع الأخ الحاج محمد رعد ما كان سلبي بالمعنى يعني الرفض المطلق نعم. يعني حط عنوان أساسي أنه خلينا نروح على حوار برئاسة رئيس مجلس النواب بس ما هيدي هي العقدة ونحن منفتحين على التفاهم بس ما هي العقدة اليوم صارت الحوار هو العقدة ماشي بتقال حل هاي القصة يعني نعم. في تخريجات لفكرة الحوار أخرى نعم شكرا لك استاذ محمد عبيد على هذه الحلقه اهلا وسهلا فيك كان بدي احكي بس بعد بموضوع العلاقه بين حزب الله والتيار الوطني الحر هل انتهت بالكامل لانه انت لمحت على هذا الموضوع انه خلص هذا التحالف انه شكل التحالفات بالمرحله المقبله يعني في خريطه تحالفات جديده بس بكلمه معلش اسمحوا لي انا بعتقد الاصطفافات كلها على المستوى الداخلي تغيرت وسنشهد تغييرات اكثر بالمرحله المقبله على مستوى هذه الاصطفافات شفنا امبارح حتى بمعراب يعني كمان ما التقت المعارضة كما كان مفترض صح. أن تلتقي أو كان كله. يحضر أن تلتقي صح. كلها في متغيرات كتير عم يعني تعكس نفسها على يعني تموضع القوى السياسية ومن بين أنه الحزب سيبتعد عن جبران باسيل لا أنا برأيي هو النائب جبران باسيل ابتعد عن الحزب بشكل نهائي والعلاقة صارت بالفاتورة يعني حسب الملفات على القطعة وأنا بعتقد يعني حسب التقدير نتيجة الحوارات والنقاش اللي بصير أنا بعتقد صاروا في حالة طلاق يعني نعم شكرا لك أستاذ محمد عبيد شكرا مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء